أزلي نعيمة، عمرها 9 سنين، تتعلم بمدرسة سين جوزيف سكول قرن تشهوين، وشايفين على علو متر واحد. جابر عنده 12 سنة من مدرسة الأنتونية في بعبدة، وأما غازي عندها 10 سنين من يونيفرسال سكول في الكورة، وفينا على 3 متر. زوفيغيان وعلي حرب. لوكا عمره 9 سنين، بيدرس بالليسي فرنسي الأشرفية، وعلي 11 سنة كمان بالليسي فرنسي لكن ببردان، ورح ينطوا سوا عن ارتفاع 5 أمتار، وسيفاد معهم حتى يشجعهم، بس أكيد ما رح ينط معهم. دلوقتي سيدريك سوفيغيان اخو لوكا عنده 12 سنة بيدرس في الليسي فرنسي في الأشرفية، وأنتوني نجم عنده 11 سنة بيدرس في القلبين الأقدسين في كفر حباب. هينطوا من على علو 7.5 متر. جيوفاني ياني، زياد عمره 10 سنين بيدرس بالليسي فرنسي نهر ابراهيم، وجيوفاني عمره 11 سنة وهو تلميذ بمدرسة الفرير مون لاسال، وراح ينط من ارتفاع 10 امتار، وسكي معود على هالارتفاع وهو معهم لدعمهم بهالمغامرة.
مسافة كبيرة للأبطال الصغيرين الرياضيين الموهوبين اللي عندهم طموح كبير وأحلام أكبر.